ننزه ربنا عما لا يليق. شوفوا، ننزه ربنا عن الجهة ونثبت له العلو. أثبت الباري لذاته العلو، نثبتها أم لا؟ سبح اسم ربك الأعلى، في أيضا آيات أخرى. لكن هل هذا يعني أن نثبت لله الجهة؟ لا. يعني شو معنى الجهة؟ أنه واحد قال طيب الله عز وجل في الأعلى، وين الأعلى؟ هون ولا هون ولا هون؟ بجوز نحن نعين جهة؟ لا. أثبت لله ما أثبته لذاته وهو العلو، ولا تجي تقول يعني العلو هون أو هون. أحدهم لا حول ولا قوة إلا بالله في أوروبا وفي أمريكا ألقى محاضرة، وهو ممن يريد أن يفرق جمع الأمة بدلا من أن يجمع المتفرقين من الأمة. قال ينبغي أن نثبت لله العلو ونفسر العلو بالجهة. يعني لما واحد يستنى أين الله منشير هيك، نحن نقول أين الله، نثبت له صفة العلو كما قال. لكن لا، هو قال لازم نحن نقول يعني فوق. فقال له أحد الموجودين، قال له طيب يا سيدي، هلا نحن بهالجهة في الأرض، جهة العلو هيك، إذا رحنا سافرنا هيك للجهة المقابلة للقطب الثاني من الأرض، جهة العلو اللي عم تحكي وين بتصير؟ صار لنا إذا سئلنا أين الله لازم نعمل هيك بقى. صارت هي بجوز بقى ثقة تلمي. لماذا؟ لماذا نتجاوز الخط الأحمر الذي لم يتجاوز السلف أبدا، وندخل في التجسيد والتشبيه وما إلى ذلك من أجل أن نختلق أسباب الشقاق؟ لا، لا يجوز.